مبروك. انا برضه يعني برضه عايز اقول حاجه مهمه جدا، يعني لا يعني طبعا بغض النظر عن اللي بيحصل النهارده او حاجه، يعني عشان برضه اي كلمه اي الهمسه بتبقى فيها نوع من الانتقادات او نوع من حتى من الكلام الكتير جدا. يعني مش هتكلم على ضربه الجزاء اللي ليا ولا هتكلم على ضربه الجزاء اللي عليا، يعني مش هقول حاجه خالص يعني، لكن في النهايه هسيب الموضوع ده للخبراء التحكيميين يشوفوا هل دي ضربه جزاء ولا لا. مش انا اللي هقولها مع اني متاكد منها، لكن مش هقولها يعني. لكن عندي معلومتين، معلومه انا هقولها ومعلومه تانية حد يقولها لي، يعني حد يقول لي المعلومه اللي انا مش عارفها. في واحده انا عارفها هقولها للناس، وفي واحده حد يقولها لي بقى عشان الامر يبقى واضح جدا. المعلومه الاولى يمكن يبدو ان الناس ما تعرفش ان كابتن محمود البنا الحكم المصري القدير والدولي، يعني الراجل ده حكم للترجي التونسي اكتر ما حكم لنادي الزمالك، يعني حكم للترجي التونسي في الدوري المحلي اخر موسمين اكتر ما حكم لنادي الزمالك، حكم في استاد رادس في تونس، وحكم في استاد المهدي المهيري اللي هو في صفاقس اكتر ما جه هنا بطرس سبورت ملعب نادي الزمالك. انا ماليش علاقه، دي معلومه بقولها مش ناقد على اي حاجه. هل المعلومه صح ولا غلط؟ انا متاكد انها صح. في اخر سنتين ده ما حكمش خالص اطلاقا، يعني مش انا اللي اقول لكن انا بقول معلومه. يعني هل الحكم الدوري المصري ما يحكمش في الدوري المصري ويحكم في الدوري التونسي اكتر؟ دي معلومه. الحاجه الثانيه اللي انا ما اعرفهاش وعايز حد يعرفها لي ويقولها لي امتى، عشان المعلومه دي ناقصه عندي، مش نقد في حد ولا حاجه، هي معلومه. وقبل ما حد يهاجمني او حد يبقى معايا يقول هل المعلومه صح ولا غلط يدهاني، انا مش عارفها بصراحه. يعني في اكتوبر 2017 احنا في 2019 كان في مباراه ما بين الزمالك وطنطا على استاد المحله انتهت 1-1. محمود بسيوني كان في القائمه الدوليه، كابتن محمود بسيوني كان في القائمه الدوليه حسب ركله الجزاء في اخر 10 دقائق. هل كابتن محمود بسيوني بعد اكتوبر 2017 حكم اي مباراه لنادي الزمالك ولا لا؟ انا ما اعرفش المعلومه دي، اللي يعرفها يقولها لي، ما تهاجمنيش بس اسال الاول هل حكم. انا ما اعرفهاش والله، ابعت لي رساله وقول لي حكم مباراه كذا وكذا من اخر مباراه حكم فيها او حصل فيها ضربه جزاء انتهت 1-1. نفس الامر بالنسبه لكابتن محمد صباحي من 3-4 شهور حكم مباراه ما بين الزمالك وسموحه وحسب ركله الجزاء وانتهت المباراه 1-1. هل كابتن محمد صباحي حكم مباراه لنادي الزمالك بعدها ولا لا؟ هي معلومه قولها لي، ما فيهاش نقد خالص، ماليش علاقه بكابتن احمد غندور النهارده اطلاقا. هل هي ضربه جزاء هل هي مش ضربه جزاء؟ قول اللي انتوا عايزينه، انا قلت معلومتي وعايز حد اللي انا ما اعرفهاش يردني. يعني هل كابتن محمود بسيوني لما كان في القائمه الدوليه في الوقت ده وبعد ركله الجزاء دي حكم تاني ولا لا؟ وبعد كده كابتن محمد صباحي بعد ركله الجزاء دي حكم تاني ولا لا؟ انا ما اعرفش، هي تهكم ولا نوع من الانتقاد، هي معلومه قولها لي بس. ما حدش يطلع يقول مثلا انت بتهاجم حد، انا ما اعرفش المعلومه دي بجد. يعني اللي موجود في الاستوديو سواء كان كابتن اسلام الشاطر او كابتن سمير عثمان في الامور التحكيميه يقول لي محمود بسيوني، كابتن محمود بسيوني مع حفظ الالقاب بالتاكيد، يعني لا حكم المباراه بعد اللقاء اللي انا قلته لك من اكتوبر 2017 وكابتن محمد صباحي بعد المباراه دي، هل حكم ولا لا؟